السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي مباراة مصر والمغرب المقررة غدا الخميس على الملعب طبعا في أولمبياد باريس 2024 لتحديد المركزين الثالث والرابع وحسم الميدالية البرونزية. طبعا حسم هذه الميدالية ترى هتكون لمين؟ لنا تحديد الثالث والرابع ضمن منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أتمنى من أخوة الكرام وكل من يشاهدني وضع اللايك والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. خسر الفراعنة موقع نصف النهائي على يد فرنسا بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، بينما فاز المنتخب الإسباني أمام أسود أطلس بنتيجة 2-1، ويتواجه المنتخبين على أمل حصد أول ميدالية في تاريخ العرب بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، علما بأن المنتخب المصري وصل نصف نهائي في منافستين من قبل ولم يتمكن من تحقيق أي ميدالية. موعد مباراة مصر ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع الميدالية البرونزية حتكون يوم الخميس غدا الموافق 8 أغسطس 2024 على ملعب لي أدوار في تمام الساعة 6 مساء. تتضمن المباراة مباراة طبعا هي قوية جدا، تنطلق السافرة في تمام 6 مساء.